البرلمان المصري والوفد وبالوفد المرافق. وخانم أوليا لارا سيدنا وسيدنا هم راح يقرأتكم دريقاسة أدولارنا برلمانتنا مرحبا معالي السفير داشتان سامس. طبعا العلاقات بين مصر وأوزبكستان علاقات تاريخية، أعتقد أن هي منذ قديم الأزل، والإرث الثقافي والحضاري بين البلدين إرث موروث لازم إحنا نحافظ عليه. وأنا بكون سعيد جدا لما بيكون في تبادل على المستوى البرلماني، لأن هي أعتقد أن هي من أقوى سبل التواصل بين البلدين. بزن أنا خلاني بفكر أديان بس تاريخي مدني إفادة كانوا أخصاص نبي كبر ها قادرة تردن بقنا نجان شنو بزا دماغ بزن يانا دا فعال بزن كي حركات كرشكا و بو بردن صحاص لگر وقلا دماغ بزر همكار لكنا قانوني أصدقائنا يرتشكت لما مستحكم زمين يرتد. أعتقد أنه هو طبعاً أهم المجالات اللي نقدر نتعاون فيها في فترة المجالات، لكن هركز على بعض المجالات الأهمة بعيد عن البرلمان وبعدين أخش على موضوع هو الإنسان سريعاً. المجالات الاقتصادية مصر الحقيقة في الفترة الأخيرة شهدت نهضة، أعتقد أن هو لازم العالم يشتغل بيها وفي نفس الوقت الاستفادة مع الدول الصديقة وخبرتنا في هذا المجال.